حمل التحالف العربي في كركوك رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات مسؤولية أي انفلات أمني محتمل بالمحافظة جراء الاستخفاف بمطالب أهالي كركوك وقرار مجلس النواب بخصوص إعادة العد والفرز يدويا لعدد من المراكز الانتخابية في المحافظة. تلقى كافة أبناء الشعب العراقي باستغراب رد رئاسة الجمهورية على قرار مجلس النواب العراقي فيما يخص المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات وإصرارها على تكريس التزوير وتشجيعه عبر الانحياز الحزبي الواضح وضربها بعرض الحائط مطالبات الجماهير في العراق عامة ومطالب المتظاهرين والمعتصمين في كركوك خاصة واستخفافها بقرارات مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص. وهنا ننبه أن هذا الفعل سيزيد حالة الاحتقان الشعبي والانقسام السياسي في البلد. ويتساءل التحالف العربي في كركوك أين كانت رئاسة الجمهورية حينما تم تهديم 116 قرية وناحية الملتقى وحينما غيب وخطف واعتقل آلاف من أبناء كركوك من القومية العربية ونقلوا إلى سجون الأقديم وتم مصادرة أصواتهم والتلاعب بها لصالح حزب رئيس الجمهورية وتم مصادرة صالح. ويؤكد التحالف العربي في كركوك تمسكه بأصوات الناخبين وعدم القبول بألغاء 186 محطة انتخابية.